طبعا مشاهدينا الكرام، اليوم ضيف حلقتنا جديدة الكابتن جهاد المنتصر اللي الشارع الرياضي الليبي ما يعرفش عليه كثير من الامور. كابتن اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ كابتن، طبعا اي شخص يستضيف جهاد المنتصر يكون عنده سؤال اللي هو دائما يجي في بال الليبيين، اللي نشأت جهاد المنتصر وين كانت؟ والله هنا طبعا اول حاجه الناس حساب ان مولود في برا، لكن انا مولود في ليبيا وماليه ليبيين، ابوي وامي ليبيين، لكن طبعا طلعت بكري، يعني عشت برا وبديت نلعب الكره خارج ليبيا. البدايه في الكره، البدايه كانت في مدرسه او في فريق ولا كيف؟ هي في البدايه يعني زي فريق المنطقه نتاع، بعدين الفريق الأتلانتا يعني معروف في إيطاليا شافوني نلعب، عمري 11 سنين، فجابوا لي دخلوا لي في الأكاديمية نتاعهم. يعني درجت في أتلانتا؟ أنت درجت في أتلانتا. كان في دعم من العيلة في كرة القدم ولا ويقولك دراسة خير ولا؟ لا بالعكس، يعني أبوي كان ديما يشجعني، بالعكس ديما يتمنى إن ما نكون لاعب كورة نطلع من الدوة الشغل في المكتب يعني. طبعا قلت لي في نادي أتلانتا، أتلانتا وصلت معهم للكبار الفرقة الأولى؟ أتلانتا وصلت معهم من عمري 11 سنة ل 18 سنة، وبعدين مشيت لإنجلترا، عزموني نادي الأرسنال، وهذاك وين بديت درت عقد. وجهوا لك عرض الأرسنال ولا كنت ماشي تجربة؟ كنت ماشي يعني معزوم كتجربة، بعدين وقعت أول عقد، يعني أول لاعب عربي وقع في أرسنال. إيه أول لاعب، هذاك الوقت ما كانش في عربي يعني في إنجلترا وحتى في إيطاليا أعتقد شوية كان يعني. طبعا لاعب صغير في السن ويمشي لإنجلترا، يمشي لنادي أرسنال، جهاد كيف كان يشوف في روحه؟ هل عنده طموح كبير بيوصل ولا لما وصل لأرسنال قال خلاص؟ لا بالعكس، يعني وصلت الأرسنال هي كان البداية، يعني كل اللي درته من عمري 11 سنة وكل التمرينات وكل يعني التعب، أو على الأقل حسيت أن توا نقدر نبدأ نكون لاعب نجم محترف يعني. لكن كان صعب أكيد، يعني ما كان سهل هذاك الوقت، عمري 19 سنة، كان معي أنيل كهتوى كان عمره 18، والفريق نتاع الأرسنال هذاك الوقت كان من المدرب وقتها؟ وقتها فينجر كان مدرب، كان الفريق كان السنة نفسها هذيك ربحوا الدوري والكاس الاف اي كاب، يعني كان في هلبة كومبيتيشن. حصلت معهم مشاركة أساسية ولا ما قدرت؟ لا لعبت مباراة معهم رسمية في الفريق الأول، لليوم عندي المالية هذه مكتوبة المنصف. كان بالنسبة لي كان حاجة. بعد الأرسنال هل جهاد لقى صعوبات أنه يحجز مكان أساسي، وكيف جت فكرة الطلوع من انجلترا؟ هل برغبة جهاد او النادي قال لي جهاد شوف نادي ثاني انك تقدر تلعب فيه اساس؟ والمشكلة اللي كان عندي الجسم طبعا، البنية الجسمية، جسمي ما كانش مازال نحيل شوية، كان مازال ضعيف شوية، فقلت لنفسي ان المفروض نلقى فريق شوية يمكن مش على المستوى، معلش ضغط مش على المستوى نتاع الارسنال، باش على الاقل تحصل فرصة لعب، تحصل فرصة نلعب.
فقلت يمكن إيطاليا خير لي يعني كبيئة كتكتيكية وك يعني ككرة تختلف من إنجلترا. إنجلترا كلها جسم ورتم عالي. فمشيت رحت لإيطاليا يعني وبديت بدت الرحلة. الأولى أول ما مشيت لإيطاليا كانت في نادي أمبولي. أول نادي في إيطاليا بديت مع إمبولي صح مزبوط مع إمبولي وبعدين طلعت وليت المنتخب كان في دورة أول استدعاء للمنتخب. هل جهاد جو عروض تانية مثلا منتخب تاني أو جو جهة المنتخب الليبي بس؟ لا لا بس الليبي وحتى كان جوني مستحيل. أنت كنت حامل يعني جنسية إيطالية حتى كان يعني جوني المنتخب أي منتخب يعني ما أنا ديما حسيت إن ليبيا بلادي أبوي كان يرفع فيا ديما وعندي أولاد عمي يعني العيلة كلها في ليبيا عمري ما فكرت نلعب بأي منتخب تاني. جزئية العيلة أنا سمعت معلومة من شخص صديقنا قال إن جهاد منتصر كان عنده جدة رئيس وزراء في عهد المملكة. مزبوط مزبوط هذه معلومة ما عرفهاش الشارع الرياضي. إيطاليا كابتن أكيد التدريبات صعبة التدريبات مختلفة كيف جهاد نشوف أنت لو تو تكلمت على البنية الجسمانية جهاد تحسن في جانب البنية الجسمانية في إيطاليا كيف كانت التدريبات ضغط التدريبات كيف كان يتحمل جهاد في التدريبات؟ كنت نتحمل خطر كان عندي طموح إن ننجح. التمرينات في إيطاليا كانوا هذاك الوقت صعبات جدا يعني جدا جدا لكن تحملت بالسيف علي تحملت وقلت لنفسي لازم ننجح لازم نبين نفسي لازم الناس يبدوا يعرفوا ان في ليبيا في لعيبه ليبيين ان يستاهلوا وعندنا مواهب فتحملت ووصلت. التجارب الايطاليه اي تجربه ايطاليه كانت ناجحه بالنسبه لجهاد يشوفها هي افضل تجربه اي فريق كان كيف سوري عاود التجارب في مع الفرق الايطاليه كانت اغلبها ناجحه لكن اما هي التجربه اللي يقول جهاد دي افضل فتره مريت بها يمكن هي افضل فتره لعبتها في نادي نادي تريستينا هذا كان وقتها درجه ثانيه قريب خشينا درجه اولى لعبت هالمباريات وسجلت ويعني الناس بدو يعرفوا ان جهاد لعب على مستوى عالي وبعدين الثاني تجربه هي كانت مع التريفيزو في الدرجه الاولى طبعا ذاك الوقت كان جسمي جاهز للسيريا وكنت يعني بديت نلعب كويس وكله لكن بعدين صار لي ضربت على ركبتي رباط صليبي فلعبت بس لأول مباريات ضد ميلان إنتر ضد فيورنتينا وسامدوريا وبعدها وليت لكن كان وقت الكاس أفريقيا في مصر 2006 فهذاك الوقت يعني ضيعت هلفة فرص باش نستمر في السيريا
أول استدعاء للمنتخب الوطني في أي عام كان تتذكره؟ أي عام؟ بداية نهاية التسعينات كده ولا بداية الألفينات؟ نذكر إن أول مباراة أظني كانت زي دوري ولا مباراة ودية ضد نادي سفاكس في المدينة الرياضية، ولكن أي سنة ما نذكرش، أظني 99 ولا 97. تفهم وقت عربي شوية ولا؟ نفهم. طبعا نتكلم على ليبيا، هل جهاد المنتصر ظلمات الجنسية الليبية شوية في الاحتراف؟ أكيد أكيد، خاطر هذاك الوقت زي ما قلت لك يعني ما كانوش في عرب هلا، مش معروفين. أنت كأنك تحاول تبيع سيارة جاية من إنديا وهم بس يعرفوا السيارات اللي جايات من ألمانيا. صح. يعني لكن أول يوم الحمد لله بدو اللاعبية اللي جيني بدو يكونوا يعني بدو هلبة منهم محترفين، وعارفين الناس عارفين إن عندنا مواهب كتير، فالحمد لله يعني توا يعني تحسنت الكورة بالنسبة لهذاك الوقت. هل جهاد المنتصر في فترات لما كان يجي لليبيا هنا يحضر مع المنتخب الوطني ويلبي في واجب الوطني في اللعب على المنتخب، كيف كان التعامل معك كلاعب نجم كلاعب محترف في إيطاليا في ليبيا لما تجي لليبيا تجي كلاعب محترف؟ كيف شفت وقت التعامل معك فيه؟ لا بالعكس، يعني استقبلوني باحترام، وعلاقتي مع كل الليبيين اللعيبة الليبيين كان جدا كويس يعني الحمد لله بارك الله فيهم. حاجة الوحيدة أن حسيت مسؤولية كبيرة. وكان شوي ضغط علي أن نلعب على مستوى. صح. يعني كنت أعتقد أني وطارق كنا اللعيبة الوحيدين اللي محترفين الخارجية. بعد فترة حقكم نادر تروني. أيوة نادر تروني، فحسيت المسؤولية هذه، لكن ديما احترموني وديما يعني بالعكس يساعدوا فيها، وهذاك الوقت اللغة العربية كانت أسوأ من توا، ناقصة شوية، فبالعكس ديما كانوا يساعدوني من هذه الناحية. جهاد المنتصر بعد رحلة احترافية كبيرة خاض فيها أوروبا في عدة دول جاء دار تجربة في ليبيا مع نادي الاتحاد، كيف تصف لنا التجربة هذه في ليبيا وكيف شبحت الجو انه متغير عليك وكذا وكيف العيشة في ليبيا؟ هذاك الوقت لما جيت لليبيا باش نلعب في نادي الاتحاد كان عندي إصابات هلبة وما كنتش في فورمة ما كنتش مرتاح، فأظن كله صار 3 شهور كنت قاعد في النادي الاتحاد، فكان وقت صعب شوية. يا ريت جيت في وقت أفضل ويعني شفت إن الوضع متغير عليك في جانب المعيشة في ليبيا في الأجواء البرة ولا قدرت تتأقلم معه؟ لا هو قدرت يعني أنا كنت متعود على ليبيا، كنت جاي للمنتخب طبعاً، هذه المرة كان في نادي يعني نادي فصل ليبيا وتمرينات في ليبيا وكلها مع النادي الاتحاد، كان في هلبة فرق ما بين الكرة في إيطاليا والكرة في ليبيا يعني من هلبة. بعد نادي الاتحاد ما وقفت مسيرتك ولا كملت لعب؟ بعد نادي الاتحاد أظني خلاص وقفت، روحت لإيطاليا، لكن كان عندي مشاكل يعني من ناحية الإصابات فما عادش قدرت أنولي يعني. في فترة ما جهاد اختفى ومعاش سمعوا به الليبيين، طلع جهاد بطلعة قوية شوية في برنامج دي فكتوريا وغيره، وفي انت كنت مدير كرة في نادي الأهلي الإماراتي. أنا كنت بعد ما بطلت مشيت لدبي، أعطوني فرصة أن نبدأ كإداري في نادي، تعلمت هلبة حاجات، تعلمت يعني كيف الكرة برا من الملعب يعني. صح. وبعدها زي ما قلت انت
بدينا البرنامج هذا ذا فيكتوريوس على اساس نعطي فرص للشباب العرب كلهم ان يوروا مهاراتهم يوروا. والصور انتشرت جهاد مع ابرز لاعبين العالم رونالدو مارادونا رونالدينيو كانافارو. لا جبنا الحمد لله يعني جبنا كل اكبر اللاعبين في العالم وحبوا البرنامج خاطر حسوا ان في استفاده يعني للشباب اعطيناهم فرصه يعني. هل جهاد المنتصر يطمح ان يساعد ليبيا بالعلاقات اللي عنده خارجيا في المستقبل نحكو؟ انا ديما يعني ديما نفكر في الشباب في خاصه شباب ليبيا يعني في الاخير هذه بلادنا. وحتى في الفيكتوريوس عزمت لاعبية جايين من ليبيا والحمد لله تو نجحنا في هذه المباراة الخيرية وإن شاء الله يعني عندي هلبة عندي طموح إن نديروا هلبة حاجات مازال يعني للشباب الليبيين. كابتن عندنا فقرة من الأسئلة اللي هي كون لاعبك المثالي. طبعاً بنعطوك عدة وظائف أنت بتقولنا مثلاً في الخانة هذه نحط كذا كذا كذا. العقلية من تختارها؟ من أفضل عقلية شفتها في كريستيانو رونالدو. الضربات الرأسية ماتيراتسي. البنية الجسمانية مارادونا. الرجل اليمنى هذا سؤال صعب في هلبة منهم لكن خلينا نقول بيكم. الرجل اليسرى مارادونا. طبعا تو عندنا فقرة اختر الوظائف مناسبة للاعبين اصحابك مثلا يتعرفوا. لو الكابتن جاد المنتصر بيفتح مطعم بيجيب شخص يعفي طيب من تختار؟ رونالدو البرازيلي شكله يعفي طيب يعفي اكل. لو بتمشي للسوق وبتشري حوايج من ترفع معك اختار بك يعفي اختار ملابس؟ بكم. باي لو انت في عركه وتبي حد يضرب معك هذا معروف جاتوزو. لو تحتاج استاد يقري لك الصغار في المدرسة من يجيبها كي عنده هيئة استاد هذا شكله بيرلو. بيرلو ذكي. طبعا كابتن تو عندنا فقرة السهم اللي هي لو ضربت وجدت في اللول لك حل سؤال صعب اللون الأحمر متوسط الأبيض سهل الأخضر تطلع من السؤال مرة واحدة أوب جاتك في الأسود. ترك أوروبا والذهاب إلى قطر كان من أجل هل كان من أجل الفلوس ولا كان في أوروبا جهاد يأخذ أكثر من قطر؟ بالنسبة لي أكيد بالنسبة لي لكن هذا رأي الشخص صح. الابيض سهل انتمائك العالمي من تشجع كفريق؟ كفريق من؟ والله اي سي ميلان. والمنتخب؟ ايطاليا. منتخب ليبيا. ليبيا لا ما خلينا من ليبيا احكوا العالمي برا. ايطاليا. تمام اعطينا اخر ضربه اخر واحده في الأكحل. أنت اخترت الأكحل خاطر عارفين أن ما يسوى. كابتن هل جاك يوم عرض
مالي كبير وفرطت فيه، لأن مثلا كان الدوري مش في المستوى ولا مش دوري كبير وكذا. إيه جاني عرض من الإمارات هذاك الوقت لما كنت في إيطاليا، لكن ما بقيتش نمشي خاطر بالنسبة لي الكرة الإيطالية كانت أفضل، مش موضوع بس فلوس. تحب الاحتراف. طبعا كابتن وصلنا لنهاية الحلقة، شكرا، بارك الله فيك. بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا أيضا للزميل مهندس جالي في التنسيق على هذه الحلقة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، إلى حينها تقبلوا تحياتي محمد مسعود، وإلى اللقاء. Thank you.